كده في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن دورنا إحنا بقى، دورنا إحنا كجماهير، مش كمتخصصين ولا باحثين ولا دارسين ولا إعلاميين، لا أنا كجمهور أعمل إيه؟ أعفي نفسي إزاي وأحمي نفسي إزاي وأقول للي حواليا إيه؟ متواصلين معاكم وبشكر جدا كل أصدقائي المتواصلين، بشكركم والله، سامع صوتكم في التليفون، يعني اوعوا تفتكروا أنه الرسائل دي مش مسموعة، التعليقات مسموعة وكل حاجة، يعني كل المشاركات الجميلة دي جميلة بجد. بشكر جدا عبد الحي علي، صباح الفل عليك، ولاء مشاعر غالية، صباح الفل عليك يا ولاء، أستاذ إيهاب شبانة، صباح الفل، حنان تفاعلوا بخير تجدوه، صباح الفل عليك يا حنان، أستاذ محمد صادق صباح الفل على حضرتك، أستاذ حمدي يوسف صباح الفل على حضرتك، إبراهيم نور الدين يا الجمال والصور والجاليري ده يعني متحف والله، أستاذ وليد جودة صباح الفل، فنجان القهوة بقى والأغنية اللي قبل الموجز أظن، يعني كان مزاج المزاج. هقول كل التعليقات بعد لقاء دكتور مهيتاب. خلونا نرحب بدكتور مهيتاب جمال، الباحثة المتميزة المتخصصة في الإعلام والتكنولوجيا، برحب بيكي جدا يا دكتور مهيتاب. ازيك يا دكتور نادية، وازاي كل المستمعين الجمال اللي كلهم نشاط وخطة كده على الصبح، انا بحب قوي اسمع رسائلهم بصراحة، بجد بدوني طاقة ايجابية جامدة جدا الصبح، وانت كمان والله يا مهيتاب برضو بتدينا طاقة ايجابية جميلة جدا. وشفتي طيب الاسئلة اللي جاية لك؟ عندك اسئلة حلوة وجميلة يعني كتير، هقولها لك حتة حتة. ايوه بصي، احنا طبعا الاسبوع اللي فات كنا دخلنا كده مدخل في الموضوع، احنا السوشيال ميديا عملت فينا ايه، فرط التواصل على الانترنت عمل فينا ايه، كم الاحباط اللي بيتصدر للناس من فرط استخدام السوشيال ميديا ومن التعرض لكتير من الاخبار اللي بقت بجد تصنيفها كده سلبي بلا توازن، يعني ايه اللي بيحصل ده وازاي احنا نقدر نحمي انفسنا دكتور مهيتاب؟ هو اللي بيحصل ده شيء طبيعي جدا، من وسيله ما فيش عليها رقابه من اي حد، فبقى اي حد بيشوف اي حاجه بيكتب اي حاجه. فانا كشخص مش متخصص او مش فاهم او حتى يعني معلوماتي بسيطه قوي، بدات بقى ايه بستفهم، فمن خلال الموبايل اللي في ايدي بيجي لي رساله، او ادخل على الفيسبوك اقلب، او على اليوتيوب الاقي حد بيتكلم، اقول هوب هي دي المعلومه، وابدا بقى من هنا تبدا القصه او تبدا المشكله. شويه في ناس بتفكر، يعني ناس لما بيشوفوا اي حاجه قدامهم بيبداوا يفكروا، بس مع اليوم وضغط الشغل الناس بقت يعني خلاص انا المعلومه اللي بتجيلي بسهوله، لسه هقعد افكر وادور، بس المعطيات والزمن دلوقتي بقى بيتطلب عشان تعرف تتكلم صح وتحكم حكم صح، لا لازم تفكر وتدور وتدي نفسك وقت قبل ما تشير كل حاجه بتيجي قدامك، لان هو ما فيش رقابه، فانت لازم تبقى عارف ان المعلومه اللي قدامك فيها نسبه صح وفيها نسبه خطا. صحيح السوشيال ميديا بكل انواعها وصلت لنا المعلومه بسرعه وخلت المعلومه توصل بسرعه الصاروخ، بس اديتك الصح واديتك الغلط، زي اللي ماشي بعربيه كده وقدامه طريقين اتجاهين، اروح يمين بقى ولا اروح شمال، ده بقى بتوقف على انت مهاراتك، رؤيتك النقديه، تشغل كده مخك لما يجي حاجه مش لازم تبقى متخصص او دارس، بس فكره انك تفكر قبل ما تحكم دي نقطه مهمه جدا، فكر قبل ما تحكم على اي معلومه بتشوفها، على اي خبر فكر كتير. طيب لان في معايير اوليه كده ممكن تثير شكوكك، زي ما قلنا كده المره اللي فاتت، ان لو في حاجه فيها مصدر مجهول، مصدر مسؤول بوزاره كذا من غير ما اقول اسمه، لا فكر تاني، طب دور في مصدر تاني، لو لقيت نفس الكلام تمام اتاكد من الصفحه اللي جنبها علامه زرقاء كده مطلوب فيه، لقيت انا مش لا ما تسيرهاش، حتى لو انا معقب او اقول تعليق ان دي حاجه غلط، لا طالما هي حاجه مش مظبوطه ما تسيرهاش، لان ده بيزود نسب مشاهده الحاجه الغلط. يعني ما تشيرش لو انت متأكد انت بتشير ايه، لان كتير مننا بيقع فريسة انه بيشير الحاجة اللي مش عاجباه ويقول للناس خليكوا شاهدين،
بصوا كده شوفوا الناس الوحشة بتعمل ايه، فنلاقي نفسنا بنساهم في نشر المحتوى غير اللائق لا بينا ولا اللي المشكلة بيشاء. ان انا لما بشير، انا ليا ناس عندي بيحبوني بيقتنعوا باللي بكتبه، قرايبي بقى صحابي فبيقتنعوا بيه، فانا يعني بقيت انا بقى ايه بنقل لهم المعلومه، فلو شيرت غلط يبقى انا كده ساهمت كمان في زياده المشكله. فلو كل واحد بس بدا بنفسه والله ما هيبقى فيه حاجه غلط موجوده، يعني لو بدانا بنفسنا وفكرنا شويه حاجه بسيطه قوي الدنيا هتختلف. بس انا والله حقيقي مشفقه جدا على الناس، لان انا مثلا بشوف عندي حتى الطلبه اللي هم دارسين في اعلام شويه بيتسرعوا وبينشروا حاجات وبيشيروا حاجات رغم ان هم دارسين، وهي المشكله اكبر قبل ما تبقى منها دراسه هي تفكير. يعني تفكير شويه هيخليك تبقى مية مية، هتخليك مثقف، هتخليك بتعرف تتكلم في اي موضوع، هتخليك تعرف حتى تقف وتتصدى لاي شائعه موجوده خالص. هي بتيجي حاجة زي عدوى الرأي كده يا دكتور مهتاب، يعني الواحد فينا يتعرض لحاجات كتير فيحب يدلي بدلو، يعني ما يقدرش يقاوم انه ما يتكلمش في الموضوع الترند ده. فهل العدوى الرأي دي ليها حل؟ يعني ازاي احمي نفسي، خاصة ان انا بقيتش عدوى رأي بس، ده بقيت عدوى احباط وعدوى ملهمة لأفعال سلبية جديدة وملهمة بمشاكل كبيرة جدا بقينا نتعرض لها وكل شوية تقرب من كل واحد، فازاي انا احمي نفسي من هذه العدوى سريعة الانتشار؟ طيب انا اول حاجه احاول ارجع لفطرتي الحلوه اللي ربنا خلقني عليها، يعني اني ابدا اتسامح كده اول حاجه لما اشوف اي حاجه غريبه، ابدا اتسامح كده وادي نفسي فرصه افكر بس في الحاجه اللي انا بشوفها. تمام، انا اتسامحت واديت لنفسي فرصه، ابدا كده ابص للموضوع برضو من كل زواياه قبل ما اقول رايي. ما هو انا عشان اقول رايي لازم اسمع الناس التانية بتقول ايه، حتى لو في اراء سلبيه وانا واصل لي احباط، طب ما انا اسمع برضو الناس اللي شايفه ان في حاجه ايجابيه في الموضوع، لان اي حاجه في الدنيا زي ما ليها حاجه ايجابيه ليها جزء سلبي. يعني مثلا ظواهر سلبيه حوالينا، جرائم القتل اللي احنا سامعين عنها في الفتره الاخيره، تمام، ليه انا اخد الحاجه الوحشه بس اللي موجوده لما في حاجات ايجابيه موجوده قصادها؟ يعني ليه مسكت الفعل السلبي وده بس اللي اتكلمت عليه في حين ان انا في حاجات ايجابيه برضو ممكن اتكلم عليها، زي مثلا سرعه التحقيقات، سرعه الكشف عن حاجه، سرعه اصدار قرار بحاجه. ليه بقى مسكت الحاجه الوحشه بس وفضلت اقول بيها لحد ما صدرت لنفسي مناخ سلبي؟ انا حتى لما بنلاحظ، حتى لما بنقعد نتكلم مع نفسنا كتير في حاجه سلبيه بنجيب لنفسنا الطاقه السلبيه دي. لا انت بص حواليك، بص للحد السلبي ده وقول لنفسك لا، ما هو زي ما في حاجه وحشه دي في حاجه ايجابيه، ان حاجه زي دي تظهر على الساحه وتطلع للنور ما دي حاجه ايجابيه. لما اجي اقول رايي قول الايجابي قول السلبي، ما بلاش دايما عينك او لسانك والحاجه اللي بتكتبها تنحصر بس على السلبي. يعني قول رايك وكل حاجه بس خليك شخص موضوعي، اسمع اللي بيأيدك واسمع اللي بيعارضك، وقول رايك في الاخر عشان يبقى رايك طالع ومقنع للناس اللي حواليك. هو للاسف يعني التضارب المعلوماتي اللي بقى موجود حوالينا طبعا صدر لنا صوره احباط رهيب، سببه ان المعلومه نفسها واصله مش مظبوطه، اللي كاتب الخبر او اللي نشر الخبر وانا اخدت منه ركز على الجزء السلبي بس، يعني اللي بينقل المعلومه كان متحيز شويه سواء كان ناحيه الايجابي او السلبي. فانت دورك حتى لو اللي بينقل لك المعلومه صاحبك، زميلك، وسيله اعلاميه، صفحه، ايا مكان، معلش بص تاني شوف الموضوع ايجابيات وسلبيات وقول رايك بدون الايجابيات والسلبيات. بلاش تبقى تليفه كده لاي حاجه محبطه قدامك، لا، وارجع لفطرتك. ارجع لفطرتك اللي ربنا خلقك بيها وتسامح، تسامح جدا واسمع. والله يا دكتور مهتاب، يعني حضرتك دلوقتي في الكلام لما قلتي شوف النقطة الإيجابية حتى في الموضوع السلبي، زي مثلا التطور التقني الكبير اللي خلى استرجاع معلومات على أجهزة تم تدميرها، قدرت الأجهزة المعنية تسترجع المعلومات اللي رغب المتهمين في إخفائها، فده مدخل تغطية لا يكون رادع للتكرار. يعني اي حد هيكرر جريمة هيلاقي ان التكنولوجيا بدأت تراقبك حتى لو مسحت الأدلة. ايوه
ايوه بيفكر 100 مره قبل ما يعمل اي حاجه، لان هيقول لك ايه، طب ما انا ايه صمتي، ما يمكن اكون في كاميرا في المكان ده ولا ده مراقباني ده في وحد كاميرات بيصورني هنا. بالظبط. حقيقي وبعدين انت لو افسدت كاميرا واحدة هتلاقي 1000 كاميرا غيرها بترصد، كاميرا موبايل بتاعت موبايل مواطن عادي معدية رصدت حاجات كتير جدا ممكن ترصد، وبالتالي استرجاع المعلومة بقى موجود ومتاح، فليه ما نركزش على الأمور دي اللي تردع الجريمة قبل حدوثها؟ بالظبط. بص يا دكتور، وحضرتك كده جاوبتي على سؤال حنان لما بتقول عايزين نعرف ازاي يكون عندنا وعي في استخدام التكنولوجيا عشان ما نكونش عرضة لأي ضغوط، خاصة ان احنا في الفترة دي لاقيين ضغوط كتير جدا على قلوبنا وعلى عقولنا من فرط الأخبار السلبية. صحيح. فحضرتك قلتي انه ارجع لفطرتي واشوف ايه اللي اتعرض له واحمي نفسي بقى من قراية التفاصيل في حاجات كتير جدا هتأذيني طول الوقت. بالظبط. قولي له الايجابي والسلبي، يعني ليه نركز على الحاجه الوحشه بس؟ يعني في اليوم في حاجات كتير، في وحش وفي حلو، حط نفسك مكان الحاجه الحلوه وفكر في الحلو وهيجيلك الحلو. بلاش بقى كله جرايم قتل قتل قتل، فخلاص انا بقى بقيت نازله بقى حاسه بعدم الامان. طب ما في حاجات تانية حصلت برضه، في ناس اتقبض عليهم، في احكام صدرت، في الكاميرات اللي كشفت على حقائق، فقول لنفسك كده في حاجه كويسه انا ممكن اعملها. فده جزء يعني مهم قوي بصراحه. انا عن نفسي بقيت بعمل كده الفتره الاخيره، ان انا جالي فتره برضه كان بيجي لي احباط اليوم كله بيتقفل تحت، يا جماعه في كل دي دماغك اللي حواليك دي معظم الصفحات والقنوات بقت تقول انت عايز تعمل ترند، عايزه تعمل نسب مشاهدات، بتستغل بقى اي حاجه تعيد ويزيد فيه. حتى لو حاجه سلبيه حصلت يعني حصل بفكر بقى في الخطوه اللي ليا انا اعمل ايه عشان أحاصر السلبيات دي. طيب عندي أسئلة برضو. أستاذ أحمد محمد بيرحب بحضرتك جدا معانا، وإحنا كمان بنرحب بيكي، وبيحيي أستاذ محمد نور، أستاذة نهى يحيى، أنا كمان بحييهم جدا، وأنا بحييهم من قلبي والله على الشغل الجامد اللي هم عاملينه. والله بجد يعني بجد. ويا دكتور أستاذ أحمد محمد بيقولك ليه أغير كلمة السر الخاصة بي على تطبيقات التواصل الاجتماعي كل شوية؟ هل عدم تغييرها فعلا بيعرض الحسابات للاختراق، وهل تغييرها فعلا حماية كافية من الاختراق؟ هو تغييرها مش حماية كاملة ولا كافية، يعني هو تغييرها مطلوب، لأن البرامج والتطبيقات اللي بتظهر من وقت للتاني بقى عندها إنها تسرق الفرص، يعني كل شوية بيطلع برنامج جديد بيعمل غزو بشكل معين، فبيبقى عنده مقدرة ان هو ياخد الباسورد. احنا ساعات بننسى وما بناخدش بالنا ان انا مثلا في مكان معين رايح اطبع حاجة، مثلا ادخل الباسورد بتاعي عشان اطبع الحاجة دي، او على الموبايل مثلا الموبايل باظ فبعت الموبايل ما اخدتش بالي ان متسجل عليه الباسورد. فهي خطوة آمنة بصراحة ان احنا نغير الباسورد من فترة تانية، لكن هي مش كاملة، يعني مش خطوة كافية ولا كاملة تخليني في أمان 100%، لكن خطوة من الخطوات المطلوبة ان احنا نخلي بالنا منها من فترة تانية. مطلوب ان احنا فعلا نعدل ونغير في الباسورد بتاعنا. والأهم من ده كله انك تنتقي المحيط اللي انت بتتعامل معاه على التواصل الاجتماعي. يعني انا عارفة ان في ناس بتضيف اي حد عندها، بس لا بجد في كمية اكونتس فيك غير طبيعية، يعني مزيفة موجودة، ممكن تبقى يعني انت فاكرها صاحبك او صاحبتك او صاحبتك، وهي لا هي مش اكونت حقيقي خالص، بآخر نفس الصور بيبقى قاعد ممنهج وعامل اكونت، يعني حضرتك تدخلي عليه وتتصفحيه تحسي ان هو اكونت حقيقي صحيح لحد انت عارفه، لان هو بيبقى مراقب الشخص ده وبيعمل اكونت زيه بالظبط، وبيدخل بقى عندك يعيش بقى، يلاقي اي نقطة من عندك او يبعت لك لينك تفتحه، خلاص بقى اخد كده كل بياناتك. الداتا موضوع صحيح. اللينكس برضه نخلي بالنا منه جدا، مش اي حد يبعت لنا اي لينك ناخده ونفتحه، يعني الا لو كان مصدر موثوق فيه قوي، لان دايما موضوع الاختراق من خلال الروابط دي بقى خطير قوي قوي قوي. برضه لو انت بتتصفح كده لقيت مثلا خبر غريب وعنوان غريب وسبب الانتهاء، بس تدخل على الرابط التاني عشان تشوفه، لا يعني تشكك شويه انه ممكن الرابط ده يبقى فيروس او فيه اختراق او محاوله ان هو يعرف بياناتك، فخلي بالك قبل ما تفتح اي رابط جاي لك. بجد ده كتير قوي في الفتره دي. صحيح. طيب السؤال برضو المهم جدا،
لو اي واحد فقد تليفونه، برضو استاذ احمد بيسأل، لو اي واحد فقد تليفونه او باع تليفونه، وبدأنا بقى دلوقتي نعرف ان في تطبيقات استرجاع الملفات المحذوفة، فاي حد هيقع في ايده تليفوني اللي انا فضيت من عليه الداتا هيلاقيها بالتطبيقات استرجاع الملفات المحذوفة. فهل في طريقة تحميني من استرجاع الملفات المحذوفة دي؟ هو عموما معظم التطبيقات اللي بترجع الملفات المحذوفه بترجعها، يعني لو انا حاذف الحاجه قبلها ب6 شهور او باكتر، يعني عدد معين من الشهور ما بتعرفش تسترجعه. فيعني المطلوب من لو انا خلاص اخد قرار ان انا هبيع الحاجه بتاعتي، ادي نفسي بس بعد ما احذفها كذا شهر، يعني من 3 ل6 شهور، بحيث يعني معظم البرامج بتسترد الحاجه لحد 6 شهور، فلو انا حاساها قبل الفتره دي هنبقى في امان. وبرضه ممكن شخص متخصص اكتر في التكنولوجيا بقى والامن المعلوماتي قوي يفيدنا في الجزء ده اكتر مني كمان، لان انا برضه دراستي يعني مش متخصصه قوي قوي جوه الموبايلز والبرامج نفسها، يعني الى حد ما، يعني ده اللي انا توصلت له من بعض المناقشات وبعض النتائج اللي انا عملتها في الدراسات. بس هي فعلا حاجة مهمة جدا جدا انك لما تحذف البيانات من على تليفونك او اي جهاز هتبيعه اصبر وما تبيعهوش فورا، يعني اصبر شوية على الجهاز علشان يكون عدى وقت للاسترجاع يعني. طيب هل الرقابة الأبوية كافية عشان الأطفال ما يقعوش فريسة سهلة لمواقع التواصل الاجتماعي ومخاطرها؟ هي مش هنقدر نقول ان هي كافيه، لان احنا دلوقتي ما بقيناش قادرين نفرض على الطفل الواقع. يعني ايه؟ هو ما بقاش الطفل معايا في البيت بس، هو بقى بيخرج ومحيط في اصحابه وفي قرايبه وفي زمايله، في ناس بيلعب معاها، في ان هو ممكن يجيله رساله وهو بيلعب على اللعبه اي مكان. بس هي ما اقدرش اقول عليها انها تغطيه 100%، بس لو انا ربيته بقى، يعني مش هقول بقى رقابه، يعني رقبته من بعيد وكل حاجه ربيته من الأول تربية صح، غرست فيه أسس معينة وعلمته كل حاجة تصدقها، معلش فكر شوية، اديت له أمثلة بالألعاب اللي هو بيلعبها، ده هيبقى كافي ويحصنه لو نزل المجتمع وتعامل مع أي حد إن مخه يبقى شغال، فأنا ضمنت إنه تفكيره بقى سابق أفعاله. فده المطلوب مننا نعمله، مش مطلوب ان احنا يعني نحرمه او نمنعه، لان دايما في فكره ان الممنوع مرغوب، يعني لو انا قعدت ومنعت عنه كل حاجه، لا انا هخليه من جواه عايز رغبه ان هو يجرب، عايز يعمل الحاجه اللي انا ممنوع منها. انما انا لو ربيته وغرست جواه وبدات معاه، يعني انا عامل رقابه من بعيد طبعا مهمه جدا، يعني ما سيبلوش كده الموبايل شغال عليه او التلفزيون او الكرتون بيتفرج كده على اي حاجه، وعملت رقابه بشكل غير مباشر، دي خطوه ضرورية ومهمة. وأخلص بقى معاه في التربية الأسس اللي تخليه يتعامل بشكل نقدي مع المعلومات ومع الوسائل، خلاص أنا كده أمنته 100%، خلاص اديت له أسس تأمنه سواء قدامي أو ورايا، أنا خلاص غرست فيه البذرة الرئيسية اللي تخليه مؤمن يعني. وأعتقد كمان ممكن نضم السؤال بتاع أستاذ وليد جودة لطلبه لحلقات عن الابتزاز العاطفي والشخصيات المضطربة وغياب القدوة، هي هنا بقى أهمية الحوار الأسري، لأن كتير من المراهقين بيتعرضوا لابتزاز، وابتزاز إلكتروني بقى، مش بس ابتزاز، ده ابتزاز عاطفي بوسيلة خطيرة. فالحوار أعتقد يا دكتور مهتاب بقى مهما طغت التكنولوجيا لا ننسى الحوار الأسري ده أبداً. انا عايزه اقول حاجه، هو اساس اي حاجه والله العظيم، يعني حتى علماء النفس لما بيجوا يحللوا اي شخصيه من الشخصيات اللي بترتكب اي جريمه او بتبتز حد او بتهدد حد، هتقول لك ان الالف بيه بيته، الف بيه باباه ومامته او الناس اللي هو متربي معاهم في البيت. لو دول مظبوطين والدنيا مظبوطه، ده هيبقى انسان سوي، عمره ما هيأذي اللي حواليه ولا هيسمح لحد انه يؤذيه. يعني انا لما بطلع في بيت بابا وماما او الناس اللي مربييني معايا، باخد رايهم في التفاصيل، انا مش هعمل حاجه غلط، وبالتالي مش هدي فرصه لحد انه يبتزني. ولو انا حتى شخص مش يعني هطلع على الاقل شخصيه سويه، هي المشكله في ان انا مثلا عايزه اعمل فيوز، فابدا انزل فيديوهات ليا، طب ما ممكن الفيديو ده اكون بعمل فيه سلوك معين انا بخبرتي شايفه انه عادي، او شايفه اللي حواليا بيعملوه كده، بس رؤيه بابا وماما او الناس اللي حواليا شايفين لا،
خلي بالك دي مش صح، المفروض تعملي كذا. طب حتى لو هتنزلي صوره خلي بالك ان في معايير معينه كده للصوره نخلي بالنا منها. طب نخلي بالنا ان مثلا فيسبوك بيبقى عامل وضع تامين للصوره دي، ان ما حدش ينفع ياخدها ولا ياخدها سكرين شوت. فانا احاول اشوف الحاجات الجديده واحدث الصيحات اللي كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بينزلها واطبقها عندي. هي المشكله يا دكتور برضو طبعا الاسره وكل حاجه، بس احنا مش بناخد بالنا ان في كل شويه الفيسبوك او اليوتيوب او ايا كانت الموقع اللي انا بستخدمه هو بينزل تحديث او ابديت في التامين، بس احنا مش اخدين بالنا من التفاصيل دي، بنمشي كده زي ما الحاجه قدامنا. فكون ان احنا نركز بس في حاجه زي كده وناخد بالنا مع الحوار الاسري والاحتواء العاطفي، وان احنا من الاساس اصلا الاب او يعني لما نيجي نتجوز نختار بعض اختيار موفق، ده هينعكس بقى على كل حاجة جاية. فالاحتواء العاطفي والحوار الأسري ده مهم جدا 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 يعني. صحيح صحيح والله يا دكتور مهتاب، يعني اسعدتينا ونورتينا ودايما معانا. حقك والله، والحوار يعني الوقت الحلو بيعدي بسرعة، أنا استمتعت بوجودك جدا والله. بوجودك يا دكتور اسعدتينا جدا، كل الشكر لدكتور مهتاب جمال، بشكر حضرتك جدا يا دكتور. والله أنا بشكر حضرتك وبشكر كل المستمعين على الرسائل الجميلة والتعليقات والأسئلة الحلوة، لأن ده جمهور مثقف عايز يعرف وعايز يتعلم. وبحيي حضرتك وإذاعة الشباب والرياضة على التصدي للقضايا اللي موجودة والتكنولوجيا اللي إحنا لازم نتكلم عنها، لأن هي فعلا بقت يعني رفيقنا في الحياة. إحنا بنصحى صحيح الصبح على الموبايل، ننام على الموبايل، صحيح فهي بقت خلاص رفيقنا وصاحبنا. إذا ما كناش عارفين نستثمر فيها ونعرف الجوانب الحلوة والجوانب انا بالوحشه، يبقى هنبقى احنا طريفه يعني. واحنا صحيح مش عايزين نبقى كده، احنا عايزينها تبقى صاحبتنا اللي نستفيد منها في حياتنا كلها. صحيح، بشكرك جدا يا دكتور مهتاب، شكرا.